زوار وأوفياء قناة كلاش تيفي، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة استثنائية جدا بخصوص قضية الطفل الأريان، واللي هز مشاعر الملايين من المواطنين المغاربة وخلى الكل يدعي معاه من البارح، وقلوبهم محروقة عليه ودموعهم على خدودهم. كيفاش طفل صغير في السن بريء ما عارفش حتى كيفاش يتعامل مع الوضع ديالو داخل حفرة مظلمة عامرة بالتراب والأوساخ والقادولات، كيعيش حوالي 40 ساعة في هذا المكان الموحش على مسافة 30 أو 32 أو أكثر تقريبا تحت الأرض، كيف كتقول الأخبار الواردة من المنطقة. والله البارح ما جاني الناس غير بزز، كل مرة كنطل في الفيسبوك كنبحث على شيء واحد، وهو مصير هذا الطفل البريء، واش خرجوه ولا مازال. وبلا شك هكذا كانوا الملايين من المغاربة اللي سمعوا بهذه القضية المأساوية وضراتهم في الخاطر بزاف. كل مغاربة تضامنوا مع الطفل الأريان بجماعة تامروت إقليم شفشاون شمال المملكة، كل مغاربة دعوا معاه من قلبهم الخالص، وهكذا يكون التضامن والأخوة ما بين المغاربة. مشاهد تفطر القلوب وتفتت الأكباد. الدري مسكين ضرب يومين تحت البير وجميع الجهود عجزات على الإنقاذ ديالو، تجرح وتصاب ودوز ليلتين بالجوع والعطش وخطورة الإصابات والحرمان من حنان الأم وعطف الأب ودفء الأسرة. ما نكونوش نكارين الخير، السلطات دارت كل الجهود ديالها، وفوق جهدة الوقاية المدنية الجدارمية القيد وحتى العامل ديال المنطقة حتى هو جاب رجليه، وكل من عنده علاقة أو صلة بهذا التدخل الإنساني. كل شيء دار المستحيل، بلا ما نهضر على الشباب المتطوع اللي هبطوا للحفرة ولقاو صعوبة كبيرة باش يخرجوا الطفل الأريان. عملية الحفر تواصلت لساعات عديدة من البارح ولكن بحذر شديد، يعني الناس كانوا كيضربوا ويقيسوا ويتكيسوا بزاف لا يطيحوا شي جبل ديال الرملة أو شي حجرة كبيرة على هاد الدري الصغير، وتحول عملية الإنقاذ إلى قتل غير مقصود للطفل. الصعوبة الكبيرة ديال عملية الإنقاذ كانت بسبب الحفرة الضيقة جدا، كيف كتشوفوا معايا الآن في هاد الصورة. جاء شحال من متطوع وقرر باش يهبط الحفرة، ولكن جاته صعيبة بزاف وحصل فيها وما قدرش يزيد يكمل، حتى أن عنصرا من الوقاية المدنية الأكثر نحافة من بين الزملاء ديالو، يعني هو الرقي ووقفيه، هبط ونزل بضعة أمتار فقط ولكن ما قدرش يكمل. كان من المستحيل عليه باش يزيد يهبط مسافة أكثر واللي غادي تخليه يقرب من الطفل ويجبدو بيديه. لحد لحظات تصوير هذه الحلقة في 12:30 من هذا اليوم ما تزال محاولة الإنقاذ مستمرة، ونتمنى أن تنقذ الطفل بعد إخراج هذا الفيديو. الله يسمعنا جميع أخبار الخير. وبغض النظر على هذا الشيء كله، كاين أسئلة مهمة وحارقة جدا لازم ما نطرحوها على الأقل باش ما تكررش بحال هذه المآسي في بلادنا، سواء في هذه المنطقة اللي عرفت هذه المأساة أو غيرها من مناطق أخرى ببلادنا الحبيبة. شكون اللي حفر هذه الحفرة بديك الطريقة العشوائية وخلاها دون تغطية أو صور واقي، معرضا سلامة الأطفال الصغار وحتى غير الصغار للخطر؟ راه إلا دازت شي مرأة عجوز أو شي شيخ مسن وحط رجليه تما على ديك الحفرة، واخا ما غاديش يهبط فيها، غادي تهبط ليه رجليه ويقدر يتهرس أو يتعرض لإصابات خطيرة جدا. شكون هو مول هاد البلان خاصو يتحاكم؟ وشكون المسؤول على حفر هاد البئر القاتلة وتركها على حالتها التي تشاهدونها؟ واش هاد الناس ما كيفكروش؟ واش ما عندهمش مخ فريوسهم؟ وسؤال آخر، كنشوف بأن الوقاية المدنية ديال بلادي مازال خاصها المزيد من الإمكانيات والوسائل اللوجستية اللازمة باش مرة أخرى ما يتعطلوش في بحال هاد التدخلات وتكون عملية الإنقاذ ناجعة وفعالة. كنتمنى من أعماق القلب ديالي باش يكون هاد الدري مسكين وصلت خباره الرئيس الحكومة ديال بلادي، يعني السي أخنوش اللي مشغول هاد الأيام باللعابة اللي خسروا الماتش وبقاو فيه بزاف، ومازال ما حن في الدرويش من نهار جا الحكومة ومازال ما بينش للناس شي خبار زوينة لحد الساعة، باستثناء البرامج الملكية اللي هي أصلا مبرمجة من سنوات عديدة، يعني قبل ما يجي أخنوش ورباعته. ولكن في جميع الأحوال لا يسعنا إلا أن نقول قدر الله وما شاء فعل. واحد من المتطوعين قال للصحافة بأنه هبط أكثر من 26 متر وبقات ليه بضعة أمتار قليلة فقط، وسمع أنين الطفل يعني البكاء دياله، لكن الحفرة كانت ضيقة
وقال الوسائل الإعلام بأنه يستحيل إنقاذ الطفل الأريان بهذه الطريقة وأنه مستعد للنزول مرة أخرى. اللهم بالفرج لهذا الطفل. آخر المستجدات من دوار إغران بجماعة تامروت إقليم شفشاون. أجواء صعبة ومؤلمة وأمل كبير في الله تعالى بأن يعود الطفل ريان سالما إلى أسرته. ريان والحد الساعة لا يزال على قيد الحياة تحت عمق 32 متر بعد مرور ساعات عديدة على الحادثة، يفقد الوعي بين الفين والأخرى، لكنه لا زال يتنفس ولله الحمد، ويتم إمداد الأكسجين إليه عبر حبل من الآلة. لكن كل محاولة الإنقاذ فشلت إلى حد الآن بسبب ضيق البئر، والحل الآخر المتبقي هو عملية الحفر التي تقوم بها العديد من الجرافات منذ ساعات عديدة من أجل الوصول إلى قعر البئر من جهة موازية له. الشاب النحيف الذي تطوع للنزول إلى البئر وصل إلى عمق 30 مترا وكاد أن ينقذ الطفل لولا حجرة منعته من إتمام نزوله على بعد مترين فقط من قعر البئر. أما والدة ريان فتغيب عن الوعي بين الفين والأخرى، ووالده لا زال في حالة صدمة كبيرة، والجميع يترقب وينتظر من كافة المغاربة والمسلمين الدعاء لله تعالى بحفظ ورعاية وإنقاذ الطفل ريان. ومن تفاصيل القضية أن الطفل سقط في صهريج بئر ضيق يوم أمس الساعة الثانية زوالا، ولم يكتشف مكان وجوده إلا في الساعة الخامسة مساء، وقد انطلقت العملية بمحاولة إخراجه بالحبل لكنها فشلت بسبب ضيق فتحة الصهريج وصعوبة الوصول إليه. تطوع أكثر من شخص سواء من المواطنين أو من أفراد الوقاية المدنية من أجل الدخول إلى البئر قصد إخراج الطفل، لكن صغر الصهريج الذي يضيق حجمه كلما نزلوا إلى الأسفل جعل العملية مستحيلة جدا. الكل الآن يدعو ويتمنى أن تنتهي عملية الإنقاذ هذا اليوم بحيث تقترب الجرافات من مكان تواجد الطفل، وستكون النهاية سعيدة إن شاء الله إذا ما استمرت العملية بنفس الروح الإيجابية وانتهت في أقرب وقت والطفل ما يزال على قيد الحياة. كان معكم محمد البودالي في حلقة استثنائية كما قلت حول قضية الطفل أريان. أرجو من جميع المغارب أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله وأن يستمروا في الدعاء لهذا الطفل البريء من أجل إنقاذه في أقرب وقت ممكن، وكذلك لكي يعود إلى حضن أبويه وتنتهي هذه المأساة التي استمرت لأكثر من 30 ساعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.